رئيس الوزراء يطلع في اتصال هاتفي من محافظي أبيان على مستجدات الأوضاع بالمحافظة. الاجتماع الاستثنائي لقيادات مؤتمر حضرموت الجامع يصدر بيانا بخصوص المستجدات بالمحافظة. وقائد المنطقة الثانية يكرم شعبة الهندسة العسكرية ويزور العميد باوزير. السلطة بحضرموت ترأس لقاء لتعزيز التعاون بين النيابة الجزائية والأمن العام، وتتفقد الانهيار الجزئي لمنزل بالمكفى. ورباط المصطفى بالشحر يزف 76 عريس وعروس في الزواج الجماعي 25.